المنتخب المصري للاحتفال بهدف أول. محمد مصطفى في تنفيذ ضربة جزاء لصالح المنتخب المصري. محمد مصطفى للفرعون المصري، وهدف أول بعد تألق حارس مرمى المنتخب البحريني خالد أحمد العباسي. يعود مرة أخرى العميد محمد مصطفى أحمد الشامي لتسجيل أولى أهداف منتخب مصر في البطولة أمام البحرين. هدف أول للمنتخب المصري من نقطة الجزاء. نتمنوا من هذا الهدف أنه يمنح صبغة خاصة ومغايرة تماما لواقع أزيد من 39 دقيقة. كرة لعبات للمنتخب البحريني، وهناك لاعب، هناك مجموعة من الصور الجميلة والفريدة من نوعها ممن يتابع على مستوى الناشئين. كرة مشت للمنتخب المصري. علاء عبد النبي، محمود علي، من كان وراء ضربة الجزاء للمنتخب المصري.